اقبال كثير كنا بهاد وتصيد كاميرا منصور اسئله عدها ابراهيم قصده يحفز الجمهور يا جمهور لحظه ارحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقه من حلقات برنامجكم الجماهيري وراهم وراهم. اليوم احنا معاكم في جولة نقول من جولات الامتار الاخيرة ودائما الانفاس الاخيرة صعبة. نقول هذه الجولة عنوانها ما بقى الا القليل. يلعب اليوم الملك القدساوي والجهراوية. الجهراء الفريق الطامح للبقاء في دور الاضواء، والقادسية اكيد اللي بيلحق العميد، وفرق بين القادسية والكويت نقطة واحدة. بنروح معاكم ونشوف من راح يحصل على النقاط الثلاث، القدساوية ام الجهراوية، ونروح معاكم ووراهم وراهم. 10 دقائق مضت من هذا اللقاء او 11 دقيقة من لقاء القادسية والجارة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، وايضا هناك مباراة بنفس التوقيت ايضا تجري بين نادي الكويت المتصدر للبطولة الان في هذه الجولة مع الساحل ايضا. بداية مباراة اليوم وهدوء اليوم في مدرجات القادسية، حضور جماهيري قليل، لعب نقول نوعا ما فاتر، ما في طبول، ما في شيلات، الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الأسباب أنه ما في تشجيع وما في شيلات، طبعا تزامن وقت المباراة مع وفاة عميد رؤساء الأندية الشيخ خالد اليوسف رحمة الله عليه، واليوم ثالث يوم العزاء، فمو حلوه يعني ان احنا طقطقه والحركه الرياضيه كلها بحاله حزن. بدايه نعزي اسره الفقيد، نعزي انفسنا صراحه، نعزي الحركه الرياضيه كلها على الفقيد رحمه الله عليه. هذه شغله الناس اللي قدموا حق الرياضه، نقول الله يرحمه ان شاء الله. اسباب عدم الحضور الجماهيري، يعني باقي خمس جولات ونقول الدوري خلاص. والله بس عيي شوف، انا اقول لك اليوم تقريبا اول يوم دوامات عقب العطله. كل يوم انتم كل مباراه عندكم يا دوامات يا برد يا مخيمات. خل اقول لك اليوم اول يوم دوامات. انت تدري جمهور الملاعب اغلبه جمهور طلاب. حلو. الساعه 1 تخلص دوامات واحده زين. على مباراه الساعه 5 البيت ما يخالف، على ساكن العبد اللي ومدرستك كيف انت توصل. الشغله الثانيه ابو سعيد، انا ما دافع عن جمهور القادسيه، هذا قصور حتى في جمهور القادسيه، هذا قصور لمقتدري، بس مو هذا جمهور القادسيه صراحه. يعني بس سؤال، الجمهور القادسيه متى يحضر؟ لما يزعل ولا لما يفرح؟ يعني الحين انت بالقمه للحين مركز الثاني. هالكلام راح يزعلهم مني، بس بقوله لما يلعب نهائي بس هذا جمهور القادسيه، لما يلعب نهائي فول. شوف يعني الفريق متصدر، المفروض جمهور تدافع. هذا يعني لو فريق خسران قول زعلانين جمهور، ما في هذا المفروض. وانت الحين الفريق الحين في امس الحاجه حق جمهوره وقت الضيج، ما يبيهم وقت الفرح. الجمهور الفريق يبي جمهوره وقت الضيج، يبي جمهوره يوقف معاه، بس ما تدري ليش هالعزوف الجمهور. مباراه اليوم لا ابو سعيد، خلنا نكمل في نقطه صغيره بعد، وهذا هم يرجع المفروض الاتحاد الكويتي كره القدم لجنه المسابقات يدرسون وضع التوقيت. توقيت سيء، يعني انت توصل البيت الساعه 2 من الدوام، من الساعه 5 ل 10 تي مباراه صعبه، منو بي بتتغدى؟ لازم تبي ترتاح، في امور عندك التزامات بالنسبه حق الطلبه، فهذه الشغله انا اتمنى ان يداركون. مباراه اليوم راح نفوز ان شاء الله. المباراة اللي طافت كانت تعادل. تعادل انت اللي تعادلت. اي بالضبط، لازم شوف لازم كل فريق يحوش يدرب، بس حلو. القادسية يبقى القادسية، ما ينزل عن القمة، يعني اول ثاني عفوا حلو. وبعدين النهاية هي اللي تحسم، الدوري يبي نفس. اضافة الى ذلك صراحة عندنا مشاكل في الفريق، في إدارة النادي، في إدارة الفريق، هذه يمكن كلها قد تؤثر حاليا على اللاعبين، بس إن شاء الله الإخوان في مجلس الإدارة يقدرون يطلعون منها. عصام العدوى بيلعبها ويرسلها كرة عالية الأمام، وخالد حسين أو يلعبها، هذه خطرة، لعبة الكرة الثنائية، هذه الكرة الخطرة، وهذه اللعبة الثنائية بين حمد العنزي وجاد الحسين. جهرة والقادسية، وآخر مباريات الجهرة مع القادسية تعادل القادسية مع الجهرة، يعني الجهرة كان متقدم لآخر دقيقة تعادلوا. اي مهما كان يعني تعادلتوا. تعادلنا مو مشكلة، تو الناس ما قلت خمس مباريات تقريبا. انزين دائما الحين صرنا الحين تقريبا موسمين ثلاث مواسم
اخر المباراه مع الكويت هي المصيريه. حلو. وهم هذا راح يصير، انا عندي احساس نفس الحركه بتصير. الكلام اللي دار بدايه موسم قلته القادسيه راح يحسمها الدوري في اول ثلاث، يعني من الجوله الاولى من الجوله الثانيه، الحين باقي خمس مباريات، نقطه واحده يعني حتى لو الكويت قابلهم وهم كلها فايزين وتفوز عليهم اخر شيء ما يفيد. بس في شغله تنساها ابو سعيد، شوف العربي ترى هم رد ينافس. ايه العربي يفوز كل المباريات ياخذ الدوري صح. ايه يعني مهما كان، شوف الحين خلاص رد السلم مره ثانيه. حلو. رد العربي كاظم تاخر يعني الى الحين العربي هم اقول لك ممكن ياخذ. انتم لكم بالغاتسيه، الغاتسيه ايش راح يسوي؟ غاتسيه فريق مثل الجهره، مع احترامنا حق الجهره بالمركز تقريبا الاخير قبل الاخير، مو قادرين يقولون عليه جول يوم الجهراويه، نقول فارضين الرتم الجهراوي اليوم. عزيز في شغلات تنساها هم بعد، الجهره يخاف من شنو؟ من الهبوط. حلو. انت حاول كذا ما تقدر انك تكون بالدوري الدوري الممتاز، ما تكون يبعد عن الهبوط مهما كان الفريق، يعني هم يلعب وياك هم هو محتاج الفوز. هذه هجمه وراحت والخير جاي. نقول اليوم قدساوي ولا الجهراوي؟ لا ان شاء الله، والله 2-0 قدساوي ان شاء الله. هو اتى من الساحل، هو لاعب نادي الساحل السابق، والان هو مع الغاتسيه في اول ظهور رسمي له، وكره ملعوبه ثلاثيه خطره، هذه خطره كره جول. راحت ايضا راحت كره جهاد الحسين الاخيره بلعبه ثنائيه اصبحت ووصلت الى المرمى، لكن خلصها حارس المرمى، وكره ملعوبه خطره الغاتسيه اللعب ارضيه جول. برافو حارس المرمى، خطره كانت وبرافو، ممتاز حارس المرمى بندر الشمري مرتين. فريق يبي ياخذ بطوله، فريق يبي يروح حق الاول، فريق يقول انا افضل من نادي الكويت، المفروض يعني من الشوط الاول خلص المباراه، ومفروض الفريق اللي قدامي اهداف اليوم. الجهره نقول احرج القادسيه، الجهراويه تفوقوا اليوم، لا يعني مسكوا الملعب، لا ما اوكي ضغط حق القادسيه، بس الجهره زينين يعني، لا ما احرجوا ان شاء الله بالجيم الثاني، وهذا ان شاء الله جول، لا ان شاء الله الجيم الثاني نخلصها عليهم. حلو. وما في احد يحرجنا. تكتيك اليوم ضغط ولا شنو؟ الضغط من الجهراويه. حلو. اي ضغط من الجهراويه سليها الدرجه الاخيره. حلو. وان شاء الله حنعوض الجيم الثاني. لكرة القدم موسم 2010-2011 مشعان الآن كرة معه، يحاول يعدي شيخ مشعان ناحية اليمين تسديدة، ولكن كرة فوق العارضة تسديدة من جهاد الحسين وصالح الشيخ في اللقطة الماضية، لكن الكرة ركلت مرمى. قادسية وضياع الفرص، القادسية وضغط الجهرة، قادسية وتمكن الجهراوية اليوم أحكموا قبضتهم على المباراة. في القسم الثاني تعرض الجهرة لتعادل من القادسية في آخر لحظات، اليوم يقولون الجهراوية ما راح حتى يتعادلون القادسية، هل هذا كلام؟ هل هذا واقع على الحكي؟ والله قاعد شوف الجهرة ماكو ولا شيء، ولا شيء الجهرة ولا شيء، ولا حتى هجمة ما في ولا شيء. حلو، كان قولتوا؟ يعني فريق مو زين قول هذا؟ لا ربعنا ضيعوا وايد. حلو. ما يعني هذا قول، هذا قول. القادسية ماسك اللعب، صراحة نتكلم بالواقع، ولكن القادسية وين الفرص محققة؟ ما في. لا والله في وايد فرص ضيعنا يعني لمن تعبنا احنا قاعد نضيع. كرة الآن ثابتة. أوه حمد العنزي بيحط له كرة في العارضة. قادسية والمركز الثاني، وكأن القادسية تعود على التعادلات، تعود على الخسائر، تعود على الابتعاد عن الصدارة. حال القادسية، شكل القادسية السنة ما يبي يقرب صوب الصدارة. لا ان شاء الله وياخذ الدوري بعد، بس نتكلم عن باقي ست مباريات، صعب ست مباريات عادية. حلو. ان شاء الله مثل ما لعب القسم الاول القسم الثاني. حلو. القسم الثالث ان شاء الله بياخذونه، مستطرين الثالث ان شاء الله وياخذون الدوري. حلو. اليوم امام فريق الجهره في المراكز الاخيره، مو قادرين يسوون شيء زين، قاعد يلعبون 11 لاعب دفاع، يعني شو يسوي؟ لا 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 لا، الشوط الاول هجم الجهره ولا ما هجم؟ ما هجم ولا هجمه، وصل نص الملعب ولا وصل نص الملعب؟ هذا فريق تلعب معاه يوصل نص الملعب؟ شو الفريق؟ حلو. اذا ما هجم ما فتح اللعب ما مو فريق. بس معروف ذكرياتكم مع الجهره مره، يعني في القسم الثاني تفوق عليكم الجهره في اخر دقيقه، في الدقيقة 95 تعادل القادسية. ماشي ما شفت المباراة ولا ما شفتها؟ أنا شفت المباراة. إي خلاص كان اللعب كله حق القادسية. شو الفائدة؟ تلعب ما تقول ماكو فائدة. وهذا جول بعد إن شاء الله، ها هذا جول. ماكو جول. راحت. يلا نصيب إن شاء الله يفوزون القادسية. ولحظات الابتعاد عن الصدارة هذا الابتعاد عن الصدارة. تو لسه بدري الحين عليهم، إن شاء الله القادسية اليوم يفوز والساحل يتعادلون مع الكويت. والصدارة ترد حق القادسية والمشوار يكمل. 45 خلاص
لكن هناك دقيقة وقت بدل ضايع يعطي هو وليد الشطي دقيقة واحدة فقط وقت بدل ضايع في هذا الشوط. عبد الرحمن السربل يلعبها إلى من؟ إلى جي سي جون ينقلها في النص، حمود ملفي بيحاول عدي من صالح الشيخ وأيضا مشعل ملابش، وبالتالي هنا صافرة أيضا وليد الشطي تنهي أحداث شوط أول من هذا اللقاء بتعادل سلبي. القادم وال 45 دقيقة القادمة من هذا اللقاء، إذا وليد الشطي يطلق صافرة شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، الجهرة وأيضا القادسية. القادسية وعدم إحراز الأهداف، القادسية وهبوط المستوى، ليش؟ والله ما في، القادسية مو هابط الحمد لله، حلو. بس أنت شايف الجهرة كله قاعد يلعب الدفاع، الجيم الأول كله دفاع. حلو. يعني 11 لاعب كلهم دفاع، والقادسية شات فراس ما دخلت الكرة. فك الشفرة، يعني لازم تفك الشفرة، فريق يملك ترسانة من المهاجمين، إذا اليوم ما تقول متى راح تقول؟ شلون تبي الدوري؟ لا إن شاء الله مقولين، الحين يجي جول لازم جول، في الجول القادسية جاي. حلو. ما في، لازم جول، جاي ما في جدال، لا تقول لي ولا أقول لك، لازم جول. قدام كاظم قلت هالكلام ولا شفنا؟ قدام كاظم أنت لاحظت المباراة كانت القادسية ضاغط، بس كل ما هذه حكم الراية تسلل. اليوم شلون الحكم؟ زين. الحكم زين اليوم. حلو، يلا قولوا. إن شاء الله قولين بعد. يعني ذاك اليوم كان سب الحكم، اليوم ذا الحكم زين، ليش القادسية ما يقولوا بصراحة؟ لا نجيب قولين مو قول. حلو. واحد لي واحد لك. حلو. تستاهلون. اليوم الجهرة هل أحكم نقول قبضته على مهاجمي القادسية؟ هل يعني ساهم الجهرة اليوم في إيقاف فراس الخطيب؟ وقف حمد العنزي، يعني تكتل اليوم نقول منظم تكتيك، يعني الجهرة فريق غرقان والغرقان نقطة تكفي، صح ولا لا؟ لعب صح اليوم الجهرة. الجهرة لعب صح اليوم، لعب دفاع صح. حلو. ماسك الدفاع، مسكر الدفاع، مسكر على حمد، مسكر على فراس، مسكر على جهاد، مسكر عليهم كلهم صح. لعب دفاع، يبي نقطة واحدة على أساس ما يهبط الدرجة الثانية. صح. إيه. هذا الجهرة ماسك الدفاع، أنا قلت لك يعني ما في كرة إلا تذكر صراحة. حلو. الجيم الأول كله غتاو. ايضا مشعل عويد وكره مقطوعه، صالح الشيخ يلعبها، كره جت اليمين، سرعه ايضا مشعان في الكره في العرضيه في الجول، ولكن ما في جول، في ايضا سعود عواد. تعود القادسيه على المركز الثاني، تعود القادسيه على التعادلات. ما تعود القادسيه على المركز الثاني، الحين هذه الجوله الثانيه للفريق وضع بالمركز الثاني. حلو. بس عقب الانطلاقه الحلوه بكاس الاتحاد والاداء طيب، قلنا المفروض الفريق يكمل على نفس الاداء اللي لعب فيه كاس الاتحاد الاسيوي. انا اقول القادسيه اكبر منه، يعني القادسيه المفروض يلعب دوري الابطال، فكاس الاتحاد مو مقياس، لا تقيس، لا تقول لي كاس الاتحاد، قول الدوري. الدوري المفروض اليوم الدوري ان الفريق يرد في المستوى. حلو. بس للحين الفريق انا اشوفه ما ضايع في الملعب يعني. حلو، ليش؟ المهاجمين مو قادرين يخلصون الهجمات يعني. حلو. هذا الخلل واضح، بس ما ادري شنو السبب يعني. اليوم قاعد يلعب عرضيه، هذا جول، هذا الجول، الحمد لله هذا الجول الاول، بس خلاص دام يبقى الجول الاول ان شاء الله. فك النحس نقول ولا لا؟ فك النحس ان شاء الله. جت العرضيه اللي تخلص القادسيه، صح القادسيه، نقول هدف قدساوي، اقتنس القادسيه الهدف، الهدف ما يكفي، تعادلتوا بالقسم الثاني 1-1 وارد التعادل. والله ان شاء الله نتفائل بالخير، والله كريم يعني القادسيه قاعد يبذلون جهد حلو، لاعبين زينين وفي نغله كره حلوه. حلو. والباقي على الله سبحانه يعني. حلو. العقم في الهجوم ليش؟ شوي تعبان يعني بالدوري من زمان ما قوى القادسيه. صح كلامك، وقاعد ياخرون في اكثر من لعبه من الدفاع للنص، قاعد تاخر الكره ما يعني، اللاعبين ما ادري هل يعني هم مو بصحوتهم ولا ما ادري يعني، هذه ثاني لعبه حق القادسيه ما ادري عنهم يعني، ما ادري، كل ما نحضر مباراه يا 1-0 يا تعادل، ومشكله كل الكره تكون عندهم، تكون بملعبهم وهم اللي ضاغطين. ما استحواذ نقول من غير اهداف، والله استحواذ معناته الخطه ماشيه صح، تعادل الخطه ماشيه صح، بس هم قاعد ياخرون كره على تنفيذ الكره الثابته، تلعب على طول لفه نبيل عاشور يتقدم المدافع في هذه اللقطة. نبيل تذكر باقي 6 مباريات، هذه واحدة راحت، باقي 5 وتأخذ درع الدوري الممتاز، واللي يبي ياخذ درع الدوري لازم كل مباراة يبذل، لازم مو نقول مجهود، الكثير من المجهود. نعم. قادسية اليوم ما بذل للحين، 1-0 تعادل الجهرة، يفرق الكويت هناك، يصير الفرق 4، قول وداعا.
شوف انا اقول لك شيء، احنا للحين قاعد نلعب على مجهود لاعبين مع احترامنا للوضع القائم. صراحه يعني مدربنا محمد ابراهيم ما قاعد نعرف شنو الخطه اللي قاعد يلعب فيها، اذا انت تدري قول لي يعني. اي واحد نشوف احنا مجهود لاعبين في ظل النقص اللي عنده هذا، ماكو شيء اسمه نقص. انت عندك 12 لاعب بالمنتخب يا يبا، شلون تقول عندي نقص وعندي المحترفين الاثنين ملوتك اللي يلعبون بالمنتخب السوري بعد؟ وين النقص؟ خلينا نعرف وين النقص، شنو النقص؟ بدر، محمد راشد، اصابه حسين فاضل، يعني هذول ثلاث لاعبين. طلال العامر طرافي مساعد ندى وطلال العامر هاي ست لاعبين. انت عندك ست لاعبين من 12، عندك ستة بالمنتخب وعندك ستة بالمنتخب، سبعة بالمنتخب الأولمبي، ولا لاعب قاعد نشوف منهم لاعبين المنتخب الأولمبي، ولا لاعب من 21، كلهم لاعبين مستوى. هل تتوقع الحين باقي خمس مباريات هذا وقت زين حق التجارب؟ لا أنا ما مو تجارب، لاعبين أثبتوا نفسهم ولعبوا في كأس الاتحاد ويابوا كأس الاتحاد. نادي القادسية لعب كأس الاتحاد بست لاعبين من الفريق الأول والباقي كلهم من تحت. أنا أقول لك إحنا مشكلتنا واضحة، مشكلتنا ان احنا محتاجين مدرب يعطي الوجوه الشابه فرصه. ومدرب يعني ما في الجرأة عند محمد ابراهيم. نعم، ومدرب عنده حلول بالمباراه، لما يدش عليه جول، لما يكون الفريق اللي ضده مسكر يعطيه حلول. زائد ان انت عندك لاعبين بالمنتخب ما يلعبون بالقادسيه. انا اعطيك مثال على شيء، احمد عجب. احمد عجب اساسي يعني بالمنتخب، احتياط اساسي لكنه لاعب زين، معناته اذا هو بالمنتخب يقعد ويلعب لاعب معتزل او ينزل لاعب معتزل مثل احمد البلوشي، مع احترامنا احنا ما نقول هو يعني زين، تعويض النقص نقول زين وخلف سلامه. هذا راس حربه وهذا لاعب يلعب هجوم، واحمد عجب يلعب هجوم، منو اللي ابدا؟ تلعب لاعب اللي للحين في عز عطاء، ولا تلعب لاعبين معتزلين قاعد يقولوا لك احنا ما نقدر نلعب الكره الان؟ خطا لمصلحه الجاره وسعود عواد على تنفيذ الكره الثابته، بيلعبها كره لافه، كره مرت، مرت ايضا هذه مرت. نرجع حق سيناريو القسم الثاني، 1-1 بين جار القادسية، يعني القادسية في خطر. لا ان شاء الله القادسية ما راح يصير في خطر. حلو، القادسية يمرض ما يموت. حلو، بس احنا مشكلتنا بالقادسية ما في البديل اللي يغطي عن اللاعب اللي يروح من القادسية. احنا راح عندنا افضل اثنين مثل بدر مثل مساعد. حلو، شو ما في بديل القادسية؟ 11 لاعب بالمنتخب، لاعبين المنتخب الاولمبي محترفين، ما في القادسية ما عنده بديل. من عنده بديل؟ جهره ما عنده. لا ما عنده القادسية، يعني طالع اللعب الحين. حلو، طالع العمق الهجومي، ما في عمق الهجومي. حلو، توظيف يمكن مو موجود. ما في عمق هجومي، ما في القادسية، ما في عمق. حلو، هجومي يعني عندك حمد العنزي، عندك خلف سلامه، احمد عجب، عندك فراس، جهاد، كل هذول ما فيهم، عندك المجموعه وايد مهاجمين. حتى انا ايش قاعد اقول لك؟ قاعد اقول لك العمق الهجومي بالقادسيه مو هو عمق الهجوم القادسيه اللي احنا متعودين فيه القسم الاول والقسم الثاني. حلو، القسم الثالث القادسيه بالعمق الهجومي كل ما له قاعد يصير للاسوء. حلو، بالامثال يقولون اي واحد بالمركز الثاني طلع عذار. لا لا لا، القادسيه المركز الثاني. لا لا، احنا مو المركز، المركز الثاني. نعم، الكويت الاول، العميد الاول. من الاول انت ولا الكويت؟ احنا رحنا، احنا بطل. حلو، احنا بطل، احنا نعترف بالنقاط. انت سابق بطل الدوري، سابق بطل. انت مالك شغل بالنقاط، انت شوف النهايه، نهاية حلو. الدوري من راح يكون؟ حلو، نهاية كا قربنا، خمس مباريات للحين نقول بطل. انت لا غيرك مباريات الحين، مالك شو مباريات. شوف النهاية، النهاية من النهاية شنو؟ نهاية ملكي، ملكية، دوري ملكي. حلو، ياخذ الكويت يروح. حلو، هذا الثقة لا تثق وايد يعني. لا لا لا، انت الحين للحين المركز الثاني، اوصل المركز هذا نتكلم كذي. المركز الثاني وراح ناخذ المركز الاول. باري سعيد لعب له كرة عرضية، ارضية، وسعود المجمد كرة ناحية اليسار، حلوه وتسديده حلوه، تهيأت الى جاد حسين. القادسيه اليوم، القادسيه يعني القادسيه اليوم شوي مو في مستوى. اي نعم صح، مو مستوى والله، احنا متوقعين احسن. حلو، بس الظاهر ان عندهم لخبطه شوي، الوسط مو مضبوط. حلو، وتمريراتهم كلها مقطوعه، بس تقريبا اللعبه هذه اللي جابوا منها الجول هي رفعت عدل ويابوها توفقوا فيها. حلو، احنا نتامل ان شاء الله. ما يمتع القادسيه نفس السابق، يعني ايام قبل القادسيه كان في قمه المتعه. طبعا لا، الحين القادسيه نزل مستوى. حلو، الكره الكويتيه عموما كلها نازل مستواها الحين، مو مثل اول. القادسيه يملك لاعبين منتخب، يعني القادسيه طاح نقول منتخب بعد. اي نعم صح، مستوى في تذبذب. صح، القادسيه ومثل ما قلت لك الكره كلها يعني بنزول، مو مثل اول. حلو، بس ان شاء الله نتامل خير بالشباب ان شاء الله. حلو، نقول الواحد يكفي اليوم حق القادسيه للعبور، يعني الجهره لازم تعبر صراحه، فريق صعب. اي صح. حلو، والصراحه الجهراويه بعد قاضينا احنا بالدفاع وايد. حلو، وان شاء الله الحين باقي 10 دقائق ان شاء الله نتامل بعد يضيفون جول ان شاء الله. نقول متى القادسيه بالمركز الثاني؟ لا ان شاء الله يتقدمون ان شاء الله. حلو، ان شاء الله باقي شيء.
خمس جولات ونوزع القادسية ياخذ فضية، الكويت ياخذ ذهبية، والله العكس. انت أن الخير ان شاء الله، احنا طبعا قدساوية وقلوبنا مع القادسية. حمود ملفي لكن ما فيها خطأ، فهد انصاري ملعوبة على طول، ملعوبة حمد العنزي، ملعوبة يحاول يمر من احمد حسن، احمد العنزي، حمد العنزي بيمر، ما مر، مين اللي مر؟ هو جياد الحسين اللي مر، حمد ما مر. القادسية صاحب المركز الثاني، وللحين القادسية مستواه ما المركز الثاني. والله أول شيء الحمد لله جاء الهدف هذا، شق الأنفس، شق الأنفس الأنفس، بس ليش؟ لأن الفريق الجهرة لاعب دفاع يعني. أي فريق ما تقولون عليه وايد تقولون لاعب دفاع؟ لا يعني أكيد الكرة فيها دفاع، فيها نصف. أنت تشوف بالشوط الأول كان عندهم هذا واحد، صح الجهرة متكتل بالدفاع، فريق يلعب ورا، بس القادسية يملك الهجوم، يملك المهاجمين، يملك الغناص، يملك الشويته، يعني ما جبنا شيء. يعني هذا سوء حظ، اكثر من هجمه صارت في هذا، ما حالفنا الحظ. حلو. يعني الشوط الاول يمكن اربع او خمس هجمات. حلو. الشوط الثاني في التمارين القادسيه اتوقع محمد ابراهيم ما يقول لهم ان الفريق الفلاني اليوم راح يلعب متكتل دفاع، الفريق الفلاني راح يرجع ورا، يعني الجهرة اليوم طموح النقطه. ابو سعيد هذا يعتمد على خطه المدرب، لكن المدرب حلو. الحمد لله يعني قدر يوظف شيء، يعني عنده في الدفاع، رجع في بدل صار دفاع، طلع هذا قاعد يحاول ان يضغط على هذا بشكل من الاطراف، ان شاء الله بيجي هدف ثاني. خطوات فيها يعني استحياء حق القادسية للقدوم الى الصداره، شنو ما تبون الصداره؟ لا بالصداره، بالعكس تعطونا حق الكويت الظاهر. لا ما نعطي حق الكويت، بالعكس الصداره راح تكون القادساويه، وان شاء الله باذن الله راح اذكرك ابو سعود ان الدوري قادساوي وتعود مرة أخرى الصدارة، أو في هذه الجولة تعود الصدارة للغاسية، ونلعب لعبة الكراسي من جولة إلى أخرى بين الغاسية والكويت في من يكون متصدر لهذه البطولة. حلوة اللعبة، كان ممكن تكون ثنائية لسعود المجمد. سيد خالد جار الله رئيس نادي الجهرة، ونقول الجهرة وضعه صعب في الدوري الممتاز، ما حد راضي من جماهير الجهرة على هالمستوى. لا بالعكس، يعني الحمد لله احنا راضين على الفريق من اول ما ردينا النادي، يعني كان الفريق يعني كان وضعه سيء، وضعه يعني ولا نقطة، والحمد لله الان الحين في 10 نقاط، وقدامنا فريقين في 12 نقطة. حلو. وفريق اعتقد في 10 نقاط ويانا، والوضع لا زال في 4 نقاط، 4 فرق في دائرة يعني من يهبط فيهم ومن يحصل على المركز الخامس والترتيب. حلو. تكتل دفاع زيادة عن اللزوم جهرة، ليش؟ والله أنت قاعد تلعب مع القادسية، والكرة الآن يعني محصورة في الدفاع والهجوم. حلو. فريقنا ما توفق في الهجوم يعني، ولكن يعني نوعا ما أحرجتوا القادسية بالهجوم يعني؟ والله اليوم كذا كرتين توهم في عرضيات. حلو. كرتين ولو ان متوفقين فيها يعني مسجلين هدف، بس غياب جماهير الجهرة قبل كنا نشوف جمهور جهراوي. والله الجماهير تجي بالفوز، وان شاء الله يعني قول في فوز ان شاء الله جديد، وقاعد نعد اعداد جيد ان شاء الله باذن الله في المستقبل راح يكون له شان، وهذه ان شاء الله هجمه مرتده وفيها جول. ها بلنتي كنا، ها يلا يا راحت، يلا راحت يعطيك. وايضا الدقيقة الرابعة في طريقها لنهاية الوقت بدل ضايع، هو وليد شطي اعطى 4 دقائق وقت بدل ضايع، وبالتالي الرابعة في طريقها لان تنتهي، وهذه كرة مقطوعة، ممكن ينهي، ممكن مشعان بمر. عزيز ما يبي يقول، زعلان مع الجول. ما ادري اليوم ما ادري ايش ربعنا، ايش ماكلين، شو تقدين عزيز المشعان مضيع وايد اليوم، عزيز مشعان مضيع. الشيخ مو بالفورمه بالمره. حلو. حتى الانصاري ماني عارف، حمد يلعب ويطيح، ما نعرف. يقولون الكويتاويه القادسيه المركز الثاني ليه اخر الموسم، ولو اخر الموسم مو بعيد، باقي 5 مباريات. والله بسعود كل شيء جاهز. حلو. يعني ما عندكم ثقه؟ وين ثقه القادسيه؟ عندنا ثقه. مو عندنا، بالعكس اللعبه كل لعبه لها ظروفها. حلو. فريق مركز الاخير بالغصب تفوز عليه وقال واحد؟ لا تقول لي تبي الدوري. لا احنا هذا شيء طبيعي حق مشروعنا، ابي الدوري انا. حلو. تبي الدوري؟ فوز بثلاثة وبأربعة تبي الدوري، ما يخالف، بس كل لعبه ظروفها. صح. ممكن يكون اللاعبين اساسا نسيت تعبانه او هو مصابين، ترى في القادسيه وايد مصابين ترى. حلو. يعني القادسيه صدق تقول كان، بس ولكن ناقصين الكويت كامل. حلو. العربي كامل، الكاظمه كامل، بس القادسيه، ولكن مع هذا القادسيه قاعد يلعب. حلو. ما يلعب بس بتقدير، يعني تقدير اللاعب الوقت الهجمه مو قاعد يؤدي صح، ما ادري ليش، انا ماني عارف.
مهزع مهزع الخالدي كل الغير راضين في إدارة نجارة على الكرة الأخيرة، وبالتالي أيضا يصفر وليد الشطي، وبالتالي المباراة تنتهي بفوز لمصلحة القادسية بهدف ليلاشي على الجارة في هذه الجولة، الجولة 16 من هذه البطولة، فوز غير مطمئن لأنصار القادسية لأنه بشق الأنفس بهدف بفارق هدف استطاع أن يفوز القادسية على الجارة متذيل القائمة في هذه البطولة. انتهت المباراة، وبعد نهاية المباراة جماهير القادسية يتابعون مباراة الكويت والساحل والعميد 1-0، الكويت صعب يخسر. اول شيء صح ولا لا؟ الكويت صعب يخسر. لا شوف الكويت ما شاء الله عندهم هجوم، وانت شوف اللي قاعد يقول لاعب قادسية، هذا ابي الاداره تفهم شوي، قاعد تفرض في لاعبين هم اللي قاعد يبون يبلوك الفوز حق القادسية. وثاني شيء لعب اليوم مستوى صفر، لا باصات لا 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 تكتيك لا شيء، ماكو شيء ماكو شيء اليوم كلش، واحد يقول الحق يعني على نفسه. يعني امام كاظمه كان زين نفس الشيء. الجول الثاني ها؟ امام كاظمه كان زين؟ ما كان زين. ما كانوا زين، غاسيه ما كانوا زين، ولا يوم كان ما كانوا زين، ماكو شيء. ما كان دوري مو زين. يعني اذا ما تلعب صراحه ما تقدم، ما تهدف، ما تاخذ دوري. كلامك صح، كلامك صح. احنا شوف بين القادسيه والكويت خلاص. خلي الفرق على صوب، بين القادسيه والكويت، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المباراة الجاية ان شاء الله يوم الخميس راح يبين. اللي يفوز المباراة الجاية خلاص هو ياخذ دوري. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام حلقة من حلقات برنامجكم الجماهيري، وراهم وراهم مثل ما شفتوا أحداث المباراة اللي جمعت الجهراوية والقدساوية، وفاز القادسية 1-0 لا شيء. اليوم افتقدنا حضور جماهير القادسية المميز، متعودين على حضور القدساوية، ودائما الجماهير القدساوية الوفية تحضر خلف الملك. نقول حق القدساوية الدوري اشتعل، نطالبكم بالحضور والحضور الكثير. الدوري اليوم بين أخذ ورد، القادسية فاز بهدف، أيضا الكويت فاز بهدف. نقول فرق نقطة بين القادسية وبين الكويت، ومتبقي 5 جولات، ننتظر المفاجآت، ننتظر الجديد، ننتظر الإثارة. بالنهاية نشكركم ونشكر بيتي جول للملابس الرياضية جاسم حبيب، ونقول لكم ترقبونا في حلقات مقبلة من وراهم وراهم، ومع السلامة.